من أفطر بجماع ماذا عليه؟ من أفطر بجماع فماذا عليه؟ عليه إمساك بقية اليوم، وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين. أيوة خطأ، رجعت. نعم، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بالشهر الهجري أو ميلادي. يا أخي لا تفكر في الشهر الميلادي أبدا، هذا ليس لنا. الله يهديك، سبحان الله. نعم، امشي بعد. إطعام 60. الله يفتح عليك. طيب.